بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين بود ومحب ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشير صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا المرة دي ولقيناه قاعد مع الصحابة وقاعد بيقول لهم حديث في قمة الروعة وقمة الرعب في نفس الوقت. بيقول لهم الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، بيقولهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. العجيب أني لما قرأت الحديث ده أول مرة من حوالي 22 سنة، أنا أول ما قرأت بداية الحديث يا حبيبي قلت أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فتوقعت أن يكون مثلا يهودي وبوذي وهندوسي مثلا أو أي حاجة تانية، إنما مسلم أول من تسعر به النار. وبعدين مش مسلم وبس، ومن خواص المسلمين قارئ القرآن، وبعدين التاني متصدق، والتالت مجاهد في سبيل الله. فحسيت إن جسمي بيأشعر وأنا بقرأ هذا الحديث. لكن لما دخلت كده بين ثنايا ألفاظ الحديث حسيت إن فعلا مفيش شيء في الدنيا دي ممكن ينجي الإنسان قد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على حاجة، عايز يعرفنا إن أوعى تعمل عمل ولا تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. الناس مش هتنفعك، والدنيا مش هتنفعك، والفلوس والمنصب مش هينفعك. أي حاجة في الدنيا مش هتنفعك إلا إن أنت تريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي، حتى تربيتك لأولادك، أكلك وشربك، نومك وحياتك وشغلك، أي حاجة بتعملها في الدنيا إما كنتش تريد بها وجه الله هتندم في يوم ما ينفعش فيه الندم. فالنبي بيقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وأم أهل أول واحد قارئ القرآن. قارئ القرآن اللي النبي قال عنه في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا الله، قارئ القرآن اللي بيطلع في درجات الجنة بعدد الآيات التي حفظها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لو ما كانش بيريد بهذا العمل وجه الله يبقى أول من تسعر به النار. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، يقول له أنا نعمت عليك بكذا وكذا وكذا، تقدر تنكر؟ يا رب أنا معترف. طب عملت إيه في النعم ديت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فالمولى عز وجل كما قال النبي كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف، فربنا مطلع على قلبه مباشرة، قال له كذبت،
انت ما قربتش وجهي، انت قربت الصيت والسمعه، وان يتقال ما شاء الله ده صوته جميل جدا، ده ما شاء الله ده من اجمل الاصوات اللي سمعناها في حياتنا. قال له كذبت، والملائكه قالت له كذبت. ثم يقول له جل وعلا: انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته الا من اجل ان يقال قارئ او عالم. وقد قيل خدت حظك خلاص، كنت فرحان جدا جدا وسعيد بنفسك ان الناس عماله بتشاور عليك وان انت مشهور والناس كلها عارفاك، وتقول فلان ده العالم المشهور ما شاء الله، وفلان ده القارئ المشهور، وفلان ده صوته جميل، وفلان ده دروسه ما شاء الله جميله جدا. لكنك لم ترد بذلك وجه الله، فبدل ما تكون في اعلى عليين، وهو ده كان الوضع الطبيعي بتاعك لو انك بس جددت النيه وخليت نيتك لله سبحانه وتعالى. لكن لما النيه انحرفت، لان في انسان ممكن يبدا باخلاص ثم تنحرف نيته، وفي انسان ممكن يبدا برياء ثم تنعدل او او او, أو تصبح النيه بفضل الله ابتغاء مرضات الله، وفي انسان من يوم ما بيبدا لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى وهو لا يريد الا وجه الله، لانه يعلم ان الناس جميعا لن ينفعوه ولن يضروه الا بشيء قد كتبه الله له او عليه. هو دي المساله، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فربنا بيقول له كذبت، الملائكه بتقول له كذبت، ثم قال جل وعلا: انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته الا من اجل ان يقال قارئ او عالم، وقد قيل خدت حظك خلاص. ثم يامر الله الملائكه فتلقيه على وجهه في نار جهنم. يا رب سلم سلم يا رب، احفظنا يا رب من زيغ القلوب، واحفظنا من فساد القلوب، واجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك برحمتك يا رب العالمين. الإخلاص حاجة سهلة أوي بس عزيزة. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقبل منك صلاتك بنسبة 90%، يعني ممكن تكون مقصر في الفرائض فربنا يأمر الملائكة إنها تأتي بالنوافل فيجبر بها كسر الفرائض. ممكن تكون مقصر في الصيام فربنا يكرمك بأشياء تانية. ممكن تكون مقصر في أعمال كتيرة جدا، إنما ربنا ما يقبلش منك إخلاص بنسبة 99% و999 من ألف. الواحد من ألف اللي ناقص ده ربنا ما يقبلش إن يكون ده ناقص في الإخلاص. لازم تكون مخلص ليه 1000% أو 100%، واخد بال حضرتك؟ إنما الأعمال التانية ممكن يحصل تقصير، ممكن وارد، وربنا بيجبر التقصير دوت برحمته سبحانه وتعالى. لأن النبي قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. ده قارئ القرآن. تعالوا نخش بقى على المتصدق، اللي المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. اللي النبي بيقول أن من أسباب الشفاء الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن سبب تفريج الهموم الصدقة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كل واحد مديون، وكل واحد مسجون، وكل واحد محتاج يأكل ولاده، وانت فرشت كربه ربنا يفرش كربك يوم القيامة. لكنه لو عمل ده ابتغاء مرضات الله فعلا ربنا يكرمه دنيا وآخرة. لكن لو لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى مصيبة، هذا المتصدق اللي يوم القيامة بيدعى من أبواب الجنة الثمانية كما جاء في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. ورغم ذلك لأنه لم يرد وجه الله، شوف المشكلة، فيدعى بهذا الرجل فيؤتى به فيقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، ويقول له جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعمة؟ عملت إيه في النعم اللي أنا اديتها لك واللي كانت كنوز الدنيا كلها معاك؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. شوف الكلام، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، ابتغاء مرضاتك. فيقول جل وعلا: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول جل وعلا: إنك ما فعلت ذلك إلا من أجل أن يقال جواد كريم، وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. عشان كده خد بالك، عنوان درس الليلة دي: النبي ونعمة الإخلاص. نعمة الإخلاص عزيزة جدا. يؤتى بالثالث، المجاهد في سبيل الله، المجاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ده لسه ما جاهدش، لسه ما دخلش يقاتل، ده لسه بس واقف مرابط، لسه منتظر بس بدء الجهاد.
بدء القتال، وممكن ما يكونش في قتال اصلا، هو واقف بس مرابط ولسه ما بداش القتال ولا هيبدا حتى، لكنه مرابط في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لرباط يوم وليله خير من قيام ستين سنه، او خير من عباده ستين سنه. يا سبحانك يا رب، بقى رباط يوم وليله، وفي روايه رباط ساعه في سبيل الله خير من عباده ستين سنه. حاجة لا تخطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الرجل اللي داخل يجاهد ده في سبيل الله سبحانه وتعالى: لو أنك صدقت في نيتك، خد بالك، لو صدقت في نيتك وأردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، شو بقى الخير اللي هتاخده. كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، إن حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم بيقول للشهيد عند ربه سبع خصال، خد بالك بقى، يغفر له مع أول دفعة من دمه. الله، عارف الشهداء اللي انت بتشوفهم في سوريا؟ ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونرجو أن يكونوا شهداء إن شاء الله. مع أول نقطة دم بتنزل منه، خد بالك، يغفر له كل ذنب وتعود صحيفته بيضاء، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار. الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وفوق ده كله ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي. بل وورد أيضا عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين لمسيرة 100 عام. الله، ورغم ده كله يؤتى بهذا الرجل اللي هو لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر: أيها رب، أعترف بنعمك علي، أنت اللي اديتني نعمة البصر، وأنت اللي أعطتني نعمة القوة والإيد والرجل والعقل والصحة، وقبل ذلك الإسلام، اديتني نعمة الزوجة والأولاد، أعطتني نعمة الأمن والأمان، اديتني نعمة الرزق، أعطتني نعمة حسن الخلق، أعطيتني كل هذه النعم، ما أقدرش أنكر نعمة منهم يا رب. فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ أصل في ناس يا جماعة والله العظيم ما بتعصاش ربنا إلا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يديله نعمة البصر عشان يستعملها في الخير، فلا يستعملها إلا في النظر إلى الحرام. ربنا يعطيه نعمة السمع عشان يسمع بها الخير، فلا يستعملها إلا في نعمة إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. يديله إيديه ورجليه عشان يستعملهم في حياته وفي الخير وفي بذل نفسه لدين الله سبحانه وتعالى، فلا يستعملها إلا في الحرام. شوف قد إيه، يبقى شوف النبي ونعمة الإخلاص بيعلمنا إن احنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى. فيؤتى بهذا الرجل فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، أو قاتلت فيك حتى قتلت. فربنا يعلم أن هذا الرجل مش صادق، فيقول له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما قاتلت وقتلت إلا ليقال شجاع. خد بالك ان انت يتقال عنك ان انت رجل شجاع وجريء، وقد قيل: خدت حظك. انا مش متخيل واحد داخل يعرض نفسه للقتل وهو لا يريد الا ان الناس تشوفه، الا ان الناس تتكلم عنه. طب ده انت هتتقتل، يعني حتى لن تستمتع بكلام الناس من بعدك، خلاص انت مت خلاص. لماذا لا تريد وجه الله؟ حاجه شيء عجيب جدا فعلا. المحروم من حرم. فشوف، فيعرفه نعمه فيقول له: ماذا؟ يقول له: عملت كذا. يقول له: كذبت، إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال شجاع، وقد قيل: خدت حظك خلاص. ثم يأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. تخيلوا حبايب قلبي إن الثلاثة دولت، قارئ القرآن اللي المفترض يكون في أعلى درجات الجنة، المتصدق اللي المفترض إن كل ما بينفق كل ما ربنا بيرفعه في درجات الجنة، المجاهد اللي المفترض ان هو بيكون في اعلى درجات الجنه بعد الانبياء والصديقين مباشره. شوف دي: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والدرجه الثالثه والشهداء. يبقى دي الدرجه الثالثه مباشره، الشهداء. ورغم ذلك لانه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى
فكان من أوائل الناس الذين يلقوا في النار، ربنا عافينا وعافيكم. عشان كده درس الليلة دي درس غالي أو مهم أوي. عايزين نخلص النية لله سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم إن القعدة اللي احنا قاعدينها دي لازم تكون لله، الأكلة اللي أنا باكلها دي أنوي بها وجه الله، الزوجة دي أنا بعملها ابتغاء مرضات الله، ولادي دول بربيهم لله، مذاكرتي، حياتي، عملي، كل حياتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نكمل ولكن بعد الفاصل، صلى على حبيبك. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص، نعمة الإخلاص. اعمل كل حاجة في حياتك واجعل دايما الله عز وجل نصب عينيك. أنا لا أريد بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. صدقني مش هتندم، لأن لو زوجة بتعامل زوجها ابتغاء مرضات الله، لو طلع كويس أو ما طلعش كويس مش فارقة معاها، أنا عملته لله سبحانه وتعالى. لو إنسان أحسن لزوجته وهي أساءت إليه مش فارقة معايا، أنا عملته ابتغاء مرضات الله. لو ربيت أولادك ابتغاء مرضات الله، كانوا برين بيك أو كانوا مش برين بيك، كانوا عندهم عقوق ليك، برضو أنا عملت كل ده ابتغاء مرضات الله. أنا في وظيفتي أحسنت، محدش قدرني، مش مشكلة، أنا عملته ابتغاء مرضات الله. أنا ذاكرت كويس لكن في النهاية اللي بيصحح ظلمني وما ادانيش الدرجة اللي أنا أستحقها، مش مشكلة، كل ده ابتغاء مرضات الله. أنا اشتغلت في مكان وفي المكان دوت أنا اديت كتير أوي أوي وفي الآخر اتظلمت وغيري اتفضل عليا، كل ده ابتغاء مرضات الله. اشتغل، مهمكش حد، خلي دايما نصب عينيك الله سبحانه وتعالى. هدف الأسمى هو إن ربنا يرضى عني، ما يهمنيش رضا الناس، ما يهمنيش إذا كنت أنا أعجب الناس أو ما أعجبهمش، المهم إن أنا أنشغل بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. أنا شاغل نفسي بالناس ليه؟ الناس بيقولوا فيا إيه؟ الناس معجبين بيا ولا مش معجبين؟ ما يعجبوا أو ما يعجبوش، اشغل نفسك بالله، ارضى ربنا وربنا هيرضى عنك كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: وإن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هو ما دورش على أنه يرضي واحد واحد من أهل الأرض، لكنه فكر أنه هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فلما ربنا رضى عنه رد عنه أهل السماوات وأهل الأرض. يبقى أنت كده اختصرت الطريق على نفسك. الزوجة اللي زوجها تعبها وهي نفسها أن زوجها ده يبقى كويس، ارضي ربنا، ربنا يحبب فيك زوجك. الرجل أو الزوجة أو الأم أو الأب اللي ولادهم تعبينهم، بدل ما تفكر في رضا أولادك دولت، ارضى ربنا سبحانه وتعالى وقول له: يا رب يا رب حن القلوب أولادي عليا. هتلاقي أولادك دولت أحن قلوب عليك بفضل الله سبحانه وتعالى. أبائنا وأمهاتنا رغم أنهم ما كانوش دارسين العلم الشرعي، بس كان عندهم نسبة إخلاص عالية قوي. أنا أدعي ذلك، أنا أدعي مثلا أن أمي الله يرحمها رحمة واسعة رغم أنها لا هي درس علم شرعي ولا عارفة فقه ولا فقه ولا علم مصطلح ولا أصول فقه ولا أي حاجة، لكنها كانت أخلص لله سبحانه وتعالى من ألف واحد زيي، وأنا أقر بذلك. أيوة طبعا أخلص لله مني ألف مليون مرة، دي حقيقة وأنا ما أنكرش هذا أبدا. وأبائنا وأمهاتنا الناس الكبار دولت، أنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى أن الناس ديت كان عندها إخلاص عجيب جدا، ولذلك كانت كل حاجة في حياتهم كانت كلها بركة. أكلهم بركة، كلامهم بركة، حياتهم كلها كانت بركة، كان ربنا يبارك لهم في كل حاجة. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي حتى إحنا جنة كده كنا حنينين قوي مع أهلينا، لأن هم لم ينشغلوا برضا الناس وإنما انشغلوا برضا رب الناس سبحانه وتعالى. كان حتى شعارهم وإن كان شعار غلط: اعمل الخير وارمي البحر. كانوا دايما يعملوا الخير وما ينتظروش الأجر من الناس أبدا، وإن كان المثل نفسه غلط لكن معناه يعني هم عايزين يقولوا احنا مش عايزين أجر من الناس، لكن المعنى الصحيح اعمل الخير واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. احنا ما بنعملش حاجة ونرميها في البحر، احنا كل حاجة بنتمنى عليها الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. كان أحد السلف بيقول جملة عجيبة قوي من أجمل ما وقفت عليه في حياتي الدعوية كلها، كان بيقول: الناس كلهم هلكة
إلا العالمون. الناس عارف حضرتك لما إيه، لما تضيق الدائرة، لما المولى عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسر إلا صنف، فبضيق المسألة إلا صنف واحد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميل. هنا بيقول لك الناس كلهم هلكة إلا العالمون، إلا اللي عندهم علم ديني. والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون، اللي بيعملوا بهذا العلم. والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، أي إن لم يستمروا على الإخلاص ويفضلوا مخلصين لآخر لحظة في حياتهم فهم على يعني خطر عظيم. خد بالك بقى، تعال نشرح الجملة الجميلة ديت وبعدين نكمل بعد ذلك بنماذج عظيمة جدا لأهل الإخلاص. الناس كلهم هلك إلا العالمون، لأن العالم له قدر ومكان عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن العالم هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. وزي كان أعلم الناس بالله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ورثة الأنبياء، كما قال النبي في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الأنبياء لم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، على قد ما بتاخد وعلى قد ما بتتعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت بتاخد من ميراث النبوة، فأنت وريث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخد بالك بقى من حاجة، فعشان كده كل ما تتعلم الغاية من العلم إيه؟ هو خشية المولى عز وجل. ولذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشوا المولى عز وجل. وعلى قدر علمك، كلما تزداد علما كلما ازددت خشية لله سبحانه وتعالى. ده المفترض، ده المفترض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن علماء سوء في آخر الزمان. كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا طمعا في الدنيا ورغبة عن الآخرة ورغبة عن رضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى. إنما الأصل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك في الحديث اللي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، الله على الإخلاص، فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الرجل الثالث يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل عنده فلوس كتيرة جدا لكن لا عنده لا علم ولا دين، فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمة، فهذا بأخبث المنازل. السؤال حبيب قلبي، إيه اللي فرق الأولان عن الثالث؟ الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه فهذا بأعلى المنازل، والثالث قال عنه فهذا بأخبث المنازل. الفرق بين الأولاني والثالث هو العلم. الأولاني أوتي مالا وعلما، والثالث أوتي مالا ولم يؤت علما. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى الناس كلهم هلكة إلا العالمون. طيب، واللي عنده علم بقى لو لم يعمل به مشكلة، مصيبة كبيرة جدا. والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف شوف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في الحديث المرعب الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، رجل ده عالم، وده يتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفأل التعقيب والسرعة هيترمي بسرعة في النار، ثم فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاءه، تنزل إما من الفم أو من الدبر، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، فيدور معها كما يدور الحمار برحى، ثم يجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، ما كنتش بعمل بالعلم ده، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. مشكلة كبيرة. ولذلك المولى عز وجل لما وصف يعقوب عليه السلام قال جل وعلا: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. حاجة جميلة قوي إن ربنا يرزقك علم وتعمل بهذا العلم. بقول لكم عن الصدق وبدل لكم على الصدق وأنا صادق.
بدلكم على قيام الليل وأنا بصلي قيام الليل. وقد يعجز الإنسان أحيانا عن بعض الأشياء، يعني ممكن أنا أدلكم على قيام الليل ممكن ولظروف صحية مثلا ما أقدرش، ممكن أدلكم على الصيام ولظروف صحية ما أقدرش، لكن أنا لا أتعمد، إنما ما دمت أنا نيتي أن أنا أعمل الخير ده فلا أدخل تحت هذه الآية، لما تقولون ما لا تفعلون. واخد بال حضرتك؟ إنما لما أكون أنا بقول لك على حاجة وأنا أصلا مش ناوي أعملها أدخل تحت هذه الآية. يبقى والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون. الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كلنا عارفينه، حديث مشهور جدا اللي هو عند الترمذي بإسناد الحسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. في رواية تانية لنفس الحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله. الله أكبر. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وفي استثناء بقى، إلا العمل اللي أنت بتبتغي به وجه الله. خد بالك من حاجة، أنا ما أقصد بالعمل اللي بتبتغي به وجه الله أن يكون عمل ديني وبس أبدا، يعني ما أقصدش أن أنت كعالم بس أن أنت بس اللي تبتغي بعملك وجه الله، لا، كل واحد في عمله يبتغي وجه الله. الدكتور في عيادته، الطبيب في عيادته يبتغي بعمله وجه الله، ياخد أجر ربما يكون أكتر من أجري. المهندس، المزارع، المدرس، الفلاح، الكناس، أي إنسان في عمله لما يبتغي بعمل وجه الله. قول لي طب هبتغي بعمل وجه الله إزاي إذا كنت أنا باخد مرتب؟ أيوة، المرتب ده نظير تفريغ وقتك. أنت رجل بتشتغل في مكان ما، بتشتغل مثلا في مستشفى دكتور أو طبيب، فأنت نظير تفريغ الوقت عشان تقدر ترجع لولادك بأكلهم وشربهم، وإلا هتسيبهم من غير أكل وشرب، طب هتعمل إيه؟ ما تقدرش في الوقت ده أن أنت تنفع الناس. فالمبلغ اللي بتاخده ده نظير تفريغ وقت، لكن عملك ده لا يقدر بالثمن. إذا كنت بتنوع بعملك ده تفريج هموم المسلمين، وأن أنت ربنا يجعلك سبب في شفاء الناس وإزالة الآلام عن الناس، تاخد أجر لا يخطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. في رواية عند النسائي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما في رواية البيهقي بإسناد صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ واحد بيسأله بيقول: يا رسول الله إيه هو الإيمان؟ تخيلوا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، الراجل بيقول له: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص، الإخلاص هو الإيمان. والناس الأكابر الأفاضل اللي درسين عقيدة فاهمين يعني إيه عقيدة، عارفين إن مفيش أي عمل يقبل من الإنسان لو لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شوف قد إيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في حد معه لا شريك له. طب مين يعني مين اللي أمرك؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعمة كبيرة جدا أن أنت تكون مخلص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص محل القلب، ما هوش في الجوارح. لو أخلص القلب لأخلصت الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وإحنا قلنا هنا في قناة إقرأ درس كامل عن فضل النية، وكان يعني درس من أقرب الدروس إلى قلبي. فضل النية يعني إن فعلا نعمة النية دي أنت ممكن تحصل على قدر من الحسنات لا تخطر على قلب بشر إذا كنت أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يعني تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ورحمهم الله جميعا رحمة واسعة، قال لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الإخلاص، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نسعى
ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. عايزين نشوف قيمة الإخلاص. قيمة الإخلاص قيمة كبيرة جدا، قيمة فعلا لا تخطر على قلب بشر. بالإخلاص هتعيش أحلى حياة في الدنيا، وتيجي يوم القيامة تلاقي أجمل حياة وأجمل نعيم في الآخرة. يكفي أن ربنا يرضى عنك، وهو ده غاية المنى، أن ربنا يرضى عننا. أحلى حاجة في الإنسان أن هو لما بيفكر في أي عمل بيشوف كده، هل ربنا يرضى عني بالعمل ده ولا لا؟ الإمام ابن القيم بيقول: وإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. كل ما يتكلم كلمة أو يعمل عمل بيعرضه على الجنة وعلى النار. العمل ده يوصل للجنة ورضوان رب الجنة يبقى نعمله. العمل ده يوصل للنار بلاش منه، ما دام ربنا هيسخط عليا. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، ربنا يرزقنا إياكم رضا الله سبحانه وتعالى. بالإخلاص تقدر تحصل على أكبر قدر من الحسنات التي لا تخطر على قلب بشر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث في الصحيحين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنو النية كده لله سبحانه وتعالى، وشوف ربنا هيوفقك إزاي وهيكرمك إزاي. ممكن تطلع على الشاشة لو أنت داعية تقعد تتكلم 5 ساعات وما فيش ولا كلمة توصل لقلب اللي قدامك. ممكن تطلع 5 دقايق تقول كلمتين من قلبك وتخلص النية فيهم لله سبحانه وتعالى، صدقني هتوصل القلوب اللي حواليك من غير ما تزعق ومن غير ما تشخط ومن غير ما تحاول ان انت تقنع اللي قدامك بالكلمة دي بالعافية، ربنا هيوصلها لك. سيدنا إبراهيم لما ربنا أمره وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ربنا سيدنا إبراهيم عليه السلام قام ونادى، فالله عز وجل بلغ تلك الدعوة لكل أقطار الأرض بل ولكل الأجيال في كل زمان ومكان. المهم بس انت اخلص النية لله، وصدقني الكلمة هتوصل لقلوب الناس قبل ما توصل لأسماعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، كما كانوا غزو التبوك، في ناس ما قدروش يروحوا غزو التبوك. ليه؟ ما كانش عندهم فلوس يجيبوا دابة يقدروا يركبوها ويروحوا معاه، ما كانش عندهم فلوس حتى يصرفوا ولا يعملوا ولا يجيبوا أكل ولا شرب، ما كانش عندهم أي إمكانات بالمرة. ولما النبي قال لهم يعني لا أجد ما أحملكم عليه ما فرحوش، بالعكس زعلوا جدا ورجعوا يعني ودموعهم على يعني تعبانين جدا ومتضايقين جدا ويعني في قمة الأسى إن هم ما خرجوش مع النبي عليه السلام. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم في تبوك يقول للصحابة وهم 30,000، يقول لهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قال: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: أجل، حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. يبقى مجرد أن أنت تنوي النية ربنا بيكرمك بحسنات لا تخطر على قلب بشر. انوي نية كده أن أنت لو معاك فلوس هتبني مسجد كبير، مسجد إن شاء الله حتى قد الحرم، واخد بالك، والناس تصلي فيه تاخد الأجر حتى لو لم تبني. انوي نية أن أنت لو ربنا أكرمك بفلوس أن أنت تكفل 200,000 يتيم، ووسع النية على قد ما تقدر واخلص النية لله سبحانه وتعالى. انوي نوايا كتيرة جدا جدا. انوي نية أن أنت لو بإيدك أن أنت تسعد كل مسلم على وجه الأرض أن أنت هتسعده إن شاء الله، فانوي النية ديت. انوي نية أن أنت لو تقدر لو بإيدك أن أنت تخلص إخواننا وأحبابنا وأهلينا من أهل سوريا من ظلم هذا الطاغية، وأن أنت تنجيهم من هذا لكنت عملت، تاخد أجرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. انوي نوايا كتيرة وكتر النوايا على قد ما تقدر، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. بالإخلاص لو وقعت في أي كربة في يوم من الأيام ربنا هينجيك بفضله أولا ثم بإخلاصك لله سبحانه وتعالى. ولعل حضراتكم كلكم تعلموا قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، إيه اللي خلصهم؟ قدر ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا اللي قدر كده. ثم بعد ذلك إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، توسلوا إلى الله. يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة؟ طبعا يجوز أن أنا أتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبعمل الصالح اللي أنا عملته ابتغاء مرضات الله. الأولاني توسل إلى الله ببره لأمه وأبوه: يا رب لو كان العمل ده خالصا لوجهك ففرج عنا الصخرة فانفرجت، لكن ما تسمحش بالخروج. الثاني توسل إلى الله بعفته من فعل الزنا، انفرجت لكنها لا تسمح بالخروج.
الثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه أدى الأمانة للرجل الأجير اللي كان شغال عنده، فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. الكروبات كلها ممكن تفرج بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الغلام اللي كان في قصة أصحاب الأخدود والحديث رواه مسلم، لما كان في الوقت اللي يعني الملك أمر الشرطة أن هم يطلعوا على رأس جبل ويرموه من فوق الجبل لو لم يرجع عن دينه مرة أخرى، أو لم يرجع عن دينه ويعبد الملك مرة أخرى كما كان يعبده الشعب، فما كان من هؤلاء الجند الشرطة اللي طالعين بالغلام دوت طالعين بيه فوق الجبل، فإذا بالغلام يخلص النية لله سبحانه وتعالى ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرتجف الجبل ويسقط كل الشرطة ويرجع الغلام سالما. ولأن نيته خالصة لوجه الله كان ممكن يهرب، لكن هو راجع وعارف أن الملك عايز يقتله، وهو مش فارقة معنا نتقتل في سبيل الله، بس يكون موتي سبب في حياة قلوب الشعب ده كله بنعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى. رجع للملك مرة تانية قال له أين أصحابك؟ فين الشرطة اللي كانت معاك؟ قال كفنيهم الله عز وجل بما شاء. فقال له طيب خلاص، قام جايب شرطة تاني وقال لهم اركبوا معاه قرقور يعني مركب صغير وتوسطوا به في البحر واعرضوا عليه إن لم يرجع عن دينه فألقوه في البحر، فما كان منهم إلا أن توسطوا به في البحر، فلما وصلوا إلى منتصف البحر في مكان غريق جدا عرضوا عليه أنه يرجع عن دينه فرفض، ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، ارتجف المركب وسقطوا جميعا ونجا هذا الغلام ورجع وهو عارف أن الملك يريد قتله بأي طريقة. فقال له أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. فتحول الغلام الصغير اللي عنده 9 سنين، لأن غلام من حوالي من 3 لـ9 فهنقول 9 سنين، غلام عنده 9 سنين يتحول من مأمور إلى آمر، والمين لملك البلاد اللي كان بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال له أعمل إيه؟ خلاص الملك يئس إن الغلام يشتغل مع ساحر ويئس إنه يقتله فعايز يخلص منه. والملك كان في قمة الغباء، ليه؟ لأنه لو كان ساب الغلام ودعا الناس ممكن الناس تؤمن معاه، ودول قليلين جدا وقليل من عباد الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ورغم ذلك وكان هيكفر كثير جدا، لكن لما عمل كده أمنت الأمة كلها. فقال له أن تجمعني في صعيد، أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي، لازم من الجراب بتاع السهم بتاعي أنا، ثم تقول بصوت عالي بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. الملك جمع الناس كلهم في صعيد واحد وخد السهم من كنانة الغلام وقال لهم بسم الله رب الغلام، ثم ضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام، فكبر الناس جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. أي نعم اتقتلوا بعد كده لكن كلهم شهداء بفضل الله سبحانه وتعالى، ونزلت فيهم سورة كاملة. الشاهد في الموضوع انه اخلص النية لله فربنا سبحانه وتعالى جعل. طب تقولي كانت فين النجاة اذا كانت قتل؟ اقول لك كان قتله هو اكبر نجاة، لان ربنا خرجه من بين يدي هذا الملك الظالم ليكون شهيدا ويكون كل الامة ديت في ميزان حسناته، لانهم امنوا بالله جميعا قبل ان يموتوا. يا سلام، خلى أمة كاملة تؤمن بالله وتوحد المولى عز وجل وهو مات شهيدا، وقلنا أجر الشهداء قبل ذلك. الإخلاص سبب لنزول النصر. يا أهل سوريا ربنا يفرج همكم يا رب العالمين، ويا أهل مصر ربنا يوحد صفكم يا رب العالمين، وربنا يقلب بين قلوب المصريين، وربنا ينجي مصر يا رب من الفتن، وربنا ينجي مصر من المفسدين اللي عايزين يفسدوا البلاد وعايزين يدمروا البلاد. يا رب اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسي برحمتك يا رب العالمين. نخلص النية لله سبحانه وتعالى. صدقوني والله العظيم لو أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى إن احنا نريد بأي عمل نعمله إن احنا يكون العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا بخدم البلد دي مش علشان ابقى في الصورة، مش علشان ابقى في الكدر، مش علشان يجيبوني في القنوات المشهورة والجافة القنوات الإخبارية الكبيرة وعلشان يبقى لي كلمة وعشان كل شوية أعمل مداخلة وعشان يتقال معانا الناشط السياسي الفلاني ومعانا القائد الفلاني ومعانا الإعلام الفلاني. اعملوا العمل ابتغاء مرضات الله، مش لازم نتحط في الكدر، والكدر دوت هو اللي واخد البلد لمنزلق خطير جداً. إن في ناس كانت عايزة تتحط في الكدر ما تحطتش في الكدر فعايزة تخرب البلد.
ماشيين بنظام فيها لخفيها، وربنا يعافينا وعافيكم من النفوس الصعبة دي يا رب العالمين. حاجة عجيبة جدا جدا لو ان الناس دي بتخلص النية لله سبحانه وتعالى، ما تخدم البلد وانت في اي مكان. الرجل البسيط اللي بينظف الشارع دوت، ما هو بيخدم بلده من خلال موقعه. الرجل اللي بيشتغل في اي مكان، اللي بيشتغل في محل فول وطعميه، اللي بيشتغل في منظمه، اللي بيشتغل في مؤسسه، اللي بيشتغل مدرس، اللي مهندس، اللي دكتور، اللي ممرض، في كل مكان انت بتخدم بلدك وبتخدم دينك وبتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومش لازم تتحط في الكادر وتبقى بطل قومي علشان يا اما ابقى كده يا اما البلد كلها تخرب. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، ويحفظ مصر يا رب العالمين. يبقى الإخلاص سبب لنزول النصر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يا رب انصر الأمة يا رب بدعائنا يا رب وصلاتنا وإخلاصنا ليك يا رب العالمين. الإخلاص سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. ناس كتيرة جدا من اللي معترضة وعاملة مشاكل، ناس كتيرة جدا من اللي داخلين في حاجات ممكن توديهم ربنا عافينا عافيكم في مزالق خطيرة جدا في دنيتهم وآخرتهم. الجيش اللي بيحارب مع النظام السوري وعمال بيقتل في الشعب المسكين دوت في سوريا، حضرتك مش واخد بالك انك لو مت على كده وانت بتقتل ناس مؤمنين وبتقتل أطفال، حضرتك مش عارف انك لو مت على النية ديت أكيد يقينا هتكون مثواك النار. لأن سبحان الله، لأن يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ده ربنا اللي قال كده والله مش أنا. يعني إلحق نفسك وسيب النظام وسيب كل دوت وارجع لربنا سبحانه وتعالى وانصر إخوانك في سوريا. ما بيصعبش عليك منظر الأطفال اللي بيتقتلوا كل يوم، ما بيصعبش عليك منظر النساء اللي بيترملوا كل يوم، ما بيصعبش عليك منظر الأطفال اللي جه عليهم العيد اللي فات وكان رايح لهم بعض المنظمات الإغاثية بيقدموا لهم هدايا عشان يفرحوا قلبهم في العيد، فإذا بالأطفال البكاء الحاد الغريب جدا في يوم عيد وناس رايحة تعيد عليهم، بيدلهم عيدية وبيدلهم لعب أطفال، فإذا بالبنت بتقول مش عايزة حاجة، أعمل إيه بكل دوت بعد ما قتلوا بابا؟ بابا تقتل بلغتها، بابا تقتل قدام عينيا، طفلة صغيرة قلبها لا يتحمل هذا، أبوها تقتل قدام عينيها وهي عندها 7 سنين. عمرها ما هتنسى الموقف دوت. أهل سوريا حتى لو وقفت الحرب دلوقتي، وحتى لو هذا الغاشم بشار الأسد لو ساب البلاد ورحل هو ونظامه وجيشه، الناس ديت أنا مش عارف هتعيش إزاي. المساكن والبيوت اتهدمت وتسود بالأرض، مصادرهم وأرزاقهم كلها ضاعت، أهليهم وحبيبهم ماتوا. أنا مش متخيل هيعيشوا إزاي في وسط المآسي ديت. ربنا يصبرهم يا رب ويربط على قلوبهم. لكن مأجورين يا أهل سوريا وأجركم على الله سبحانه وتعالى، وتأكدوا دايما وارفعوا الشعار دوت لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. تأكدوا أن ربنا سبحانه وتعالى يريد بكم خيرا، إن لم يكن حتى يعني في الدنيا هتعيشوا عيشة في رخاء وتعيشوا مع حبيبكم، فإن شاء الله ربنا يجمعكم بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. عشان كده عايز أختم الجزء دوت بنماذج جميلة أو الناس أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام كان بعت جيش على مسيرة شهر من المدينة المنورة، وهو في يوم من الأيام بيخطب الجمعة، فجأة وهو بيخطب وباصص للناس فجأة لقوه بيبص كده بيقول: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ثم عاد إلى الخطبة فتعجب الناس. وبعدين بعد شهر جاء رجل وافد من الجيش، واحد جندي من الجيش اللي كان بعته عمر بن الخطاب، فسأله عمر بن الخطاب: كيف حالكم؟ ماذا صنعتم؟ قال: هزمنا يا أمير المؤمنين في بداية الأمر لولا أننا سمعنا صوتا، والله يشبه صوتا، يشبه صوتك يا أمير المؤمنين. بيقول له: والله العظيم الصوت ده يشبه صوتك بالضبط، سمعناه وهو يقول: يا سارية الجبل. سارية ده القائد بتاعهم، فكأن عمر بن الخطاب بيقول له: يا سارية تحصن بالجبل. معروف في 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 مسائل القتال أو الجهاد إن الإنسان لما يكون في النص والأعداء حواليه بيبقى صعب قوي،
انما لما يكون مد ظهره لحائط او لجبل وبيقاتل من جهه واحده بيبقى سهل قوي انه ينتصر. فبيقول له حصن ظهرك بالجبل وقاتلهم من جهه واحده، فلما فعلوا ذلك انتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن عمر: هو صوت امير المؤمنين. كانش فيه لا موبايلات ولا كان فيه اي حاجه فضائيات، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى وصل صوته باخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، وانتصر الجيش وهو في خب جمعته وبينادي عليهم، وانتصر الجيش بفضل الله. اهل مصر لما اتفتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، كان ليهم عاده في شهر من اشهر العجم من كل سنه، شهر معين في السنه اسمه شهر بؤونه، كانوا بيجيبوا جاريه جميله جدا جدا ويوزنوها ذهب ويدوا ثمنها لاهلها، ويشتروا الجاريه ديت ويحلوها بالمجوهرات والحلي والذهب، ثم يرمونها في النيل وتغرق في النيل ارضاء للنيل عشان يفيض عليهم من مائه. فلما قالوا لعمرو بن العاص قال: هذا لا يكون في دين الله، وان الاسلام يجب ما قبله. ثم ارسل رساله لعمر بن الخطاب واخبره بذلك، قال: احسنت، وان الاسلام يجب ما قبله، وان هذا لا يكون في دين الله. فاذا وصلتك رسالتي يا عمرو فستجد فيها بطاقه، فاقراها ثم القها في النيل. وصلت الرساله جواها البطاقه مكتوب فيها: من عمر بن الخطاب الى نيل مصر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيكلم نيل مصر، بيقول له: من عمر بن الخطاب الى نيل مصر، اما بعد فان كنت انما تجري من قبلك، ان كنت بتدينا المايه دي بجدعنتك فاحنا مش عايزينها فلا تجري، وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فاساله سبحانه وتعالى ان يجريك. كان النيل نزل خالص واصبح الطمي باين والناس مش عارفين يعيشوا، وكل واحد محضر مخلته علشان يمشي تاني يوم ويهاجر ويسيب مصر يروح يعيش في اي بلد تانيه. فلما القى عمرو بن العاص البطاقه في النيل بالليل الكلام دوت، اصبح الناس وقد فاض النيل 16 مترا، وقطع الله عاده السوء تلك عن مصر وعن اهل مصر منذ ذلك الوقت. ومن اللحظه دي احبابي ما بقاش النيل ينزل، بقى النيل يفيض ويغرق الدنيا كلها، لحد اما في مصر هنا عملوا السد العالي وبحيره ناصر علشان تمنع فيضان النيل. تخيلوا حضراتكم باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره، في روايه الترمذي في سند صحيح قال: منهم البراء بن مالك في معركه تستر، استعصت عليهم المعركه فراحوا للبراء بن مالك قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الا تقسم على الله يا براء؟ قال: اجل. فرفع يديه الى السماء، ما قالش يا رب انصرنا، بل قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لعلكم كلكم جميعا تعلموا قصة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه سفينة. هو ما كانش اسمه سفينة، هو كان ليه اسم تاني، لكن في يوم من الأيام هو في غزوة تبوك، الصحابة تعبوا من شيل المخالي، كانوا ماشيين مسافة طويلة جدا حوالي 1000 كيلو، وبعدين وهم ماشيين المسافة دي كلها وفجأة بص لقى نفسهم مش قادرين يشيلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فلان ابسط يديك فستكون سفينة بإذن الله سبحانه وتعالى. فبسط يديه فحمل كل متاعهم، حتى قال بعد ذلك سفينة، قال: والله لو وضعوا ناقتين على كتفي بعد ذلك ما شعرت بتعب، لأن النبي دعا لي بذلك. في يوم من الأيام كان في إحدى الفتوحات كان سفينة راكب سفينة مركب، فغرقت المركب ونجا سفينة، كل الناس غرقوا إلا سفينة اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت إلى أرض حتى زي جزيرة كده، قال: فبعد ما خرجت وجدت أمامي أسدا، قال: فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أعظم، قال: فرأيت الأسد وهو يشير إلي بعينيه، يعني كأنه بيقول له اتبعني امشي ورايا. وفضل ماشي سفينة ورا الأسد لحد ما دلوا على مكان فيه دخان، فعلم أن في المكان ده فيه ناس عايشين ومولعين دخان علشان يعرفوا الناس أن في ناس هنا قاعدين بيأكلوا وبيشربوا، يروح ينزل ضيف عليهم. ثم بعد ذلك قال: نظرت في عيني الأسد وكأنه يبكي لفراقي وكأنه يودعني. وهذا الأثر رواه الحاكم بسند صحيح. تعالوا نكمل مع بعض ونستقبل اتصالاتكم واسئلتكم، ويعني وممكن حتى معلش استاذنكم في ربع دقيقه بس اقول الجملتين دولت ونطلع فاصل على طول.
أبو مسلم الخولاني اللي حضراتكم عارفين قصته، اللي الأسود العنسي رماه في النار لأنه لا يريد أن يصدقه، لأن أبو الأسود العنسي ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة، فأبو مسلم الخولاني هو الوحيد اللي عرضه فرماه في النار، فنجاه الله عز وجل من النار بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. وبعد كده راح المدينة فقابل عمر بن الخطاب وقال: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: أجل. فقال عمر بعد أن بكى، قال: الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام. آخر حاجة أقولها قبل ما نطلع فاصل، كان في واحد من التابعين اسمه أبو معاوية الأسود، هذا الرجل كان قد ذهب بصره هذا الرجل كان قد ذهب بصره، فلما ذهب بصره كان يسأل الله عز وجل أن يرد عليه بصره إذا قرأ القرآن، فأجاب الله دعاءه، فكان إذا فتح المصحف عاد إليه بصره، فإذا أغلق المصحف عاد مرة أخرى بلا بصر، عمي مرة أخرى، كان بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. حينما يفتح المصحف يعود إليه بصره. في استقبال أسئلتكم وإيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نقرأ الإيميلات بذكركم بإن احنا في شهر الله المحرم، ودوت كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. كثروا من الصيام. في ناس زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات كنا صايمين الحمد لله رب العالمين، يعني تسوع وعاشورة، وبعدين جه بقى لضمنا بقى في الاثنين والنهارده 13، بكره 14، بعد 15، مكملين لحد يوم الخميس ان شاء الله صيام، وان شاء الله مكملين. يعني لو انت عايز صوم بقيه الشهر يعني كمل، لان ده احب الصيام الى الله شهر الله المحرم. الحاجه الثانيه، عايزين ركعتين قيام ليل كل يوم، وندعي بقى لكل بلاد المسلمين، ندعي لسوريا وندعي لليبيا وتونس ومصر، وندعي لليمن، وندعي لكل بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين بلا استثناء، وندعي لفلسطين، وندعي لغزة، وندعي لكل بلاد المسلمين ان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا يا رب من الفتن يا رب، ويحفظ بلاد المسلمين يا رب، ويأمننا في أوطاننا يا رب العالمين، عشان بس يبقى في بقى نهضة بقى في بلاد المسلمين، ونفوق بقى وننتج، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ونكثر والله من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أنا أدين الله سبحانه وتعالى إن أي حد بيتحط في ضيقة ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وربنا سبحانه وتعالى بيجعله فعلا مخرجا من هذه الأزمات والهموم. السلام عليكم الشيخ، عندي سؤال: ما هي شروط الحجاب؟ ان شاء الله اختي الفاضله، هو في درس من ضمن الدروس اللي احنا عملناها في دروس المصارع، ده تلاقيها على موقع قناه اقرا، وتلاقيها على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، درس عن الحجاب، هتلاقي فيه الشروط، وعموما ممكن نعمل فيه درس تاني ان شاء الله. اختي بتقول: اعاني من النسيان كثيرا مع ان سني صغير، فقول لي دعاء يساعدني على التذكر والحفظ والمذاكره. عليك بذكر الله والدعاء، يعني ادعي ربنا ان ربنا يذكرك وان انت ما تنسيش، واكثري من ذكر المولى عز وجل. قال جل وعلا: واذكر ربك اذا نسيت. كلما
في حاجة ضاعت مننا، في حاجة عايزين نفتكرها، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الأخت راضية من إيطاليا، بحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، وأرجو أن تدعو لي بالهداية والثبات، ربنا يهديك ويثبتك، وأدعو لأبي لأنه بيجمع الصلاة وبيسرح فيها، ربنا يا رب يكرمه ويحببه في الصلاة ويجعلها له كرة عين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت تقوى عيسى، يا شيخ تحية من شعب تونس، إلينا بالتوفيق، وتحياتي وسلامي لإخواني وأحبابي من أهل تونس، وربنا يوفقكم ويكرمكم ويبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. الأستاذ علي عمرو، عايزين حلقة عن الرياضة في الإسلام، على عيني، حاضر إن شاء الله. يعني إحنا بصوا ليلة في بيت النبي إن شاء الله، هذا البرنامج إن شاء الله يعني أنا لن أغيره أبدا ما حييت، وسيبقى معنا لآخر لحظة في حياتي، فهنتناول فيه كل الموضوعات اللي بتطلبوها إن شاء الله. معنا أم نور من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم بارك السلام. الله فيك يا شيخ، بجد بجد والله الواحد لما بيشوف حضرتك يعني قلبه بينشرح. الله يستر، ربنا يجزيك كل خير يا شيخ والله. والبرنامج رائع، يعني احنا عايزينه فعلا زي ما حضرتك بتقول على مدى عمر حضرتك، وربنا يمد عمرك يا رب بطاعة الله بإذن الله. الله يبارك فيك. وانا بقى احنا من المنصورة وحضرتك ما بتجيلناش المنصورة خالص. لا على عيني، دي عتاب، انا طالبة عاتب حضرتك. على عيني والله. فانا حضرتك من نادي جزيرة الورد في المنصورة، يعني اللي علاقه بمجلس الاداره وكده، فياريت حضرتك تنورنا يعني في اقرب فرصه. والله يا شيخ محمود بجد احنا هنا في المنصوره بجد نفسهم يشوف حضرتك. على عيني يعني. والله ده اهل المنصوره حبايبي والله، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، ربنا يحفظهم. على عيني، حاضر يا ام نور. السلام عليكم محمود، بحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، ادعي لي بالهدايه انا واهلي وكل امه محمد صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال، لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ أن السورة كلها تتكلم تقريبا عن المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كأن قال بعض الصحابة حتى يعني تخيلنا أن المولى عز وجل سيذكرهم بأسمائهم، فحتى من سورة التوبة لها أسماء كثيرة جدا، من أسمائها الفاضحة التي تفضح المنافقين. ويقال أن كانت سورة الأنفال جزء من هذه السورة، فبالتالي كان البسملة تقال في أول الأنفال ثم بعدها التوبة. لكن عموما الرأي الراجح لأهل العلم أن السورة لأنها تتكلم عن المنافقين فلم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سمعت شيخ محمود، أنا كنت عايزك تدعي لي. ربنا يثبتك ويحفظك ويفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ محمود، انا جوزي متوفي ومعي 3 اولاد، وانا حاسه نفسي كده عايزه تدعي لي ربنا يصبرني ويقدرني على الله يرحمه رحمه واسعه. وابشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: كافل اليتيم له او لغيره في الجنه، انا وهو في الجنه كهاتين. فحاجه جميله جدا جدا ان شاء الله ان انت تكوني في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بإسناد حسن أنه قال: دخلت الجنة فرأيت امرأة تبادرني، بتحاول تخش معي أو تسبقني، فقلت: من أنت؟ قالت: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، كانوا أولادها، فأولادك أيتام، فربنا يرزقك يا رب العالمين صحبة النبي في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ربنا يحفظك أخت الفاضلة ويبارك في عمرك ويعينك عليهم يا رب العالمين. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل: عمري 21 سنة من المغرب، مشكلتي زوجي يريد أن يطلقني بطلب من أسرتي، وهو موافق بدعوة البر وطاعة الوالدين. لا حبيب قلبي، ربنا يعز حضرتك، بر الوالدين وطاعة الوالدين مش في طلاق زوجتك. لو زوجتك إنسانة فاضلة ومتدينة ومحترمة ما تروحش تطلقها علشان طاعة والدك، لا. يعني سيدنا إبراهيم، يعني بعضهم بيستدل بالحديث المعروف بقصة سيدنا إبراهيم لما ذهب يطمئن على ابنه إسماعيل وسأل الزوجة، فشكت له بقى ضيق العيش وضنق الحياة، فقال لها: إذا جاءك فسلمي عليه أو فأقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك. عتبة الباب هنا مقصود بها الزوجة. فطلقها ليه؟ طلقها لأنها كانت زوجة بتشتكي ومعترضة على قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومش راضية بعيشتها في الوقت دوت، فعشان كده طلقها. إنما لما سألوا الإمام أحمد بن حنبل بيقول: واحد بيقول
من أنا هطلق زوجتي طاعة لوالدي كما فعل إسماعيل حينما أمره إبراهيم عليه السلام. قال له إذا كان أبوك، خد بالك، واستدلوا كمان بعمر بن الخطاب لما أمر ابنه أن يطلق، عبد الله بن عمر لما أمره أن يطلق زوجته، خد بالك، قال له إذا كان أبوك مثل إبراهيم عليه السلام أو مثل عمر بن الخطاب فطلقها. إنما يعني ما ينفعش إن أنا النهاردة بحجة إن أنا بطيع أبوي أو بطيع أمي أطلق زوجتي وأخرب بيتي ورمي يعني وأشرد أولادي، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. إنما في الوقت دوت عايز أقول حاجة، عايز أقول لا تزعل أبوك ولا تزعل زوجتك، حاول تراضي ما بينهم، حاول تألف ما بين قلوبهم، وحاول إن أنت تكرمهم غاية الإكرام، لكن طلاق زوجتي أنا ما أقدرش أطلق ما دامت فاضلة ودينة وإنسانة بتتقي ربنا فيك. الأخت لمياء من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يحفظك ويسترك يا رب. أنا بس من فضلك أنا بكلم حضرتك من السعودية. أهلا بك. كان عندي سؤالين. اتفضلي أختي لمياء. أول سؤال بس عايز أعرف، هو النقاب هو يعني فرض ولا فضيلة ولا سنة؟ نعم. وثاني سؤال، كنت اتفرجت مرة على شيخ على قناة دينية فبيقول لي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بيذكر ربنا 100,000 تسبيحة في اليوم بيسبح وكده، ففي قول من المنافقين الذاكرين الله قليلا، فاحنا عايزين نعرف يعني احنا مثلا بنذكر ربنا هي الأذكار العادية اللي هي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة نصلي على النبي 100 مرة كده يعني، فأنا عارفة احنا هل احنا من المنافقين كده طبعاً بنذكر ده ذكر قديم؟ لا طبعا مش ده المقصود. هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، الأثر صحيح عن أبو هريرة وأوردت ذلك في كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا أبو هريرة كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 مرة ويقول هذه بقدر ديتي، يعني هو بيتخيل نفسه وكأنه بيفدي نفسه بهذا التسبيح، بكثرة التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى. ده اجتهاد من سيدنا أبو هريرة في أنه عايز يكثر من ذكر المولى عز وجل. أما حتة التحديد بقى 12,000 أو غير ذلك، يعني لأن ذكر المولى عز وجل أخت الفاضلة لا يحدد فقط بمجرد الأذكار اللي تخرج من اللسان. حضرتك لما تصلي، لما تعبد ربنا، لما تطيع زوجك في غير معصية الله، لما تبر أمك وأبوك، لما تقوم تصلي، لما تلبسي حجابك، أنت كده ذاكرة لله سبحانه وتعالى. لما تنتهي عن المحرمات أنت ذاكرة لله. لما تقول الأذكار اللي هي الأذكار المحددة ديت اللي هي مثلا إيه، عند رؤية الهلال، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، الأذكار الموظفة دي أنت ذاكرة لله. إذا لما تذكر المولى عز وجل ذكرا مطلقا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أنت ذاكرة لله سبحانه وتعالى. وأقوى وأعلى أنواع الذكر كما قال الإمام ابن القيم أن يكون الله على بال دائما، أن يكون الله منا على بال دائما. فسيدنا أبو هريرة كان يجتهد في ذكر المولى عز وجل. مش معنى كده أن أنا لما ألتزم بالأذكار التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط وما زودش أن أنا منافق، لا طبعا. إنما هؤلاء المنافقون لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا، وإذا ذكروا الله فيذكروا لمصلحة، يعني ممكن يكون واحد منافق وواقف بيبيع ويشتري في سوق مثلا، فلما يذكر المولى عز وجل يذكره إمتى؟ لما يقول والله العظيم البضاعة دي وقف عليها ب10 جنيه ويتكون وقف عليه ب3 جنيه. هو ذكر الله سبحانه وتعالى لكنه ذكر الله عز وجل في موضع معصية، إنه حلب بالله كذب. إنما إحنا لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى بالأذكار التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم نزد على ذلك ما نعتبرش منافقين، فإن زدنا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فربنا يكرمك أخت الفاضلة. في سؤال طبعا ليك يعني مش نسيب، سؤال النقاب الأستاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. الله يخليك. سيادتك يعني بحلم يعني على طول بحلم إن أنا بقرأ قرآن في الحلم كتير وأنا نايم. نعم. رغم إني بصراحة برضه أحب أدخل لك الملفة دي، يعني أنا مقصر في جنب الله يعني. نعم. فبالنسبة للصلاة، ربنا يبارك فيك، يعني في وقت بصلي ووقت بيعدي، يوم بصلي ويوم بيعدي غصب عني يعني. طبعا بس على طول بالنسبة للأحلام بحلم إن أنا بقرأ القرآن على طول وأنا نايم. ما حلمتش مرة إنك بتصلي؟ ما حلمت مرة إن أنا بصلي. طيب أنا عايزك بقى تطبق الحلم اللي أنت شفته، إيه رأيك بقى؟ ماشي. يعني عايز، بص يا أستاذ محمد، ربنا يعزك ويبارك فيك.
حبيب قلبي الـ الـ الإنسان في حياته ضيف. الدنيا دي عبارة عن إن إحنا بنقضي مرحلة اختبار وابتلاء، وكده كده الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. مش معنى ولا تعمروها بقى ما حدش يقول بقى الشيخ بقى هيخليه بقى متدروش وما نشتغلش، لا أنا عايزك تشتغل وتنتج وتبقى أنجح واحد وأغنى واحد، بس اوعى تنسى شكر ربنا واوعى تنسى عبادة ربنا سبحانه وتعالى. اوعى حاجة في الدنيا أخي محمد تشغلك عن الصلاة. الصلاة ديت اللي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا بيقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأوعى تنسى الصلاة يا أستاذ محمد مهما كانت ظروفك، مهما كان. شوف تعبان صلي وانت قاعد، صلي وانت على جنبك، صلي ان شاء الله حتى بعينيك. المهم اوعى تسيب الصلاه. مش قادر تتوضا، مفيش ميه، اتيمم. موجوده الميه بس لو اتوضيت بيها جسمي مريض وهيزداد مرضا. تيمم مفيش مشكله خالص. شوف الدين يسر، الدين مفيش اجمل من كده. بس اوعى تسيب الصلاه، الله يبارك في عمرك، لان الصلاه دي عماد الدين. من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. واول ما تسال عنها يوم القيامه بين يدي الله هي الصلاه. فمن يعني أداها فقد فلح، فقد أصلح، أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر. ربنا يعافينا وعافيك. مين معنا؟ الأخت ربيعة من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخنا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أحبك في الله. ربنا يحبك. وأنا فرحانة جدا أنني سمعت صوتك واتصلت بك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يعزك ويسترك يا رب. يا شيخ قلبي يعلم يا ربنا، وأنا أم لأربع ما الله يكرمك. الله يكرمك. بغيت لي نسال الدين ديالي باش نربيهم بالحلال. الو مع حضرتك، انا سامعك. هذا كل ما من الدنيا انهم يخرجوا صالحين، يعني كل ما كيتمنوا الوالدين في الدنيا، ويعني السنه ديالي على اثمه. ربنا يا رب يحفظك ويقويك يا رب العالمين ويعينك. عايز اقول لحضرتك زي ما قلت للاخت في اول الحلقه في اول الاسئله، اني يعني كافل اليتيم له او لغيره مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان الحياه بتكون شاقه قوي على الارمله او المطلقه لما بيكون عندها اولادها وهي القائمه عليهم، بتبقى الحياه شاقه وصعبه جدا. لكن وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ربنا يعينك وينصرك ويسترك يا اخت ربيعه، انت وكل اللي زيك يا رب العالمين، ويعوضك كل خير. قادر ربنا يعوضك بزوج يحفظك ويسترك، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يكرم اولادك اليتامى ويكرمك انت كمان ويجمعك بالنبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. يوم ما ربنا يصبرك على اولادك وتربيهم تربيه ترضي الله سبحانه وتعالى وتخلص النيه لله سبحانه وتعالى في تربيتهم، صدقيني هتنسي كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهتنسي كل شقاء وبلاء لما تكون في صحبة النبي في الجنة. ربنا يثبتك ويسترك يا رب العالمين. أم هبة من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. كلم الشيخ محمود. مع حضرتك يا أم هبة. ماشي، ربنا يخليك. تفضلي. تفضلي أم هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا أم هبة، تفضلي. أكلم الشيخ محمود. مع حضرتك على الهواء يا فندم. ماشي. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. ربنا يديك. انا معاكي، انا معاكي يا ام هبه. وطي بس التلفزيون واسمعيني بالتليفون. حاضر حاضر، وطي ده. حاضر. اتفضلي يا ام هبه. يا شيخ محمود ازي حضرتك؟ الله يعزك ويحفظك. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك. كل صلاه بندعي لك والله يا شيخ رب. محمود. امين يا رب العالمين. ربنا يعفى عنك يا رب. يا رب. انا حضرتك عايزاك تدعي لي لاولادي والبنت المتوفيه وهي عندها 20 سنه. الله يرحمه. وابني ربنا يشفيه هشام. الله يشفيه لك يا رب ويعافيه. ربنا يخليك، برجوك تدعي لهم يا شيخ. يا رب. واولادي بالزوج الصالح يا رب. يا رب يرحم بنتك يا رب العالمين، يجمعك بها في الفردوس الاعلى، ويشفي لك ابنك ويرزق بناتك يا رب بازواج صالحين يا رب العالمين، ويحفظك ويفرج همكم في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام هبه، ربنا يحفظك يا رب العالمين. أمة الرحمن الله يجزيك عنا كل خير، اعمل لنا حلقة عن غض البصر. أظن عملت حلقة أختي الفاضلة في دروس المصارعة أيضا،
عن غض البصر تقدر ترجع لها على موقع قناة اقرأ أو على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري. الأستاذ يوسف من الجزائر ادعي لي أن أرزق الثبات في صلاتي وأنا أحبك في الله. ربنا يا ربي يرزقك الثبات في صلاتك رب العالمين. والصلاة أستاذ يوسف والله مش تقيلة يعني وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. أنت لو ربنا أكرمك إن شاء الله أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وأكثرت من الدعاء إن ربنا ييسر لك الصلاة. شوف يعني ثابت البناني بيقول كابدت الصلاة 20 سنة اللي هي قيام الليل مش الفرائض. كابدت الصلاة 20 سنة خد بالك ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. ربنا يرزقنا وإياك لذة الصلاة يا رب العالمين. الأستاذ عوض من السودان السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك حبيبي. أحبك الله والله. أحبك الذي أحببتني فيه. الله يحفظك يا أخي. ربنا يخليك حبيبي. الله يعينك ويبارك طوال والله. الله يبارك فيك يا حبيبي. وسلام لأهل السودان الطيبين ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يدعيني رب العالمين ما شاف كذا فيا وحفظك. معلش الصوت مش واضح يا أخي. الصوت معلش هو الصوت مش واضح بس ممكن الأستاذ أحمد مخرجنا الحبيبي. نعم برضه انتوا مش فاهمين. طيب ربنا يبارك فيك يا استاذ عوض. عموما يعني انا سعيد باتصال حضرتك سواء انا فهمت الكلام او ما فهمتوش انا سعيد باتصالك وندعي لك ان يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنك عن كل المشاهدين يا رب العالمين كل هم وكرب وان ربنا يسعد قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين وان ربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين ويحفظ كل بلاد المسلمين اللهم امين. وحبيبي استاذ احمد حبيبي المخرجنا الجميل فكرني قبل انتهاء الحلقه بدقيقتين ثلاثه عشان الدعاء. مين معانا؟ الاستاذه ايه من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه ايه. الاستاذه ايه معانا؟ طيب الاستاذ جميل ابو سماحه او بو سماحه أنا شاب من الجزائر بحبك في الله ويحبك الشعب الجزائري وأنا أحب الشعب الجزائري بلد المليون شهيد نسأل الله عز وجل أن يجعلهم كذلك من الشهداء إن شاء الله وأن يحشرهم في زمرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بس أنا محتاج لدعوتك لي عند قيامك الليلي بالإخلاص لي وللمسلمين عامة. أنا بدعو لحضرتك أنا بدعو لكل مسلم على وجه الأرض ويعلم الله سبحانه وتعالى وأقسم لك بالله إن ما في صلاة بتفوتني إلا وأنا في سجودي أدعو لكل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وربنا يأجرنا وأجركم لأني أتقرب إلى الله والله أتقرب إلى الله بحب كل المسلمين على وجه الأرض يا رب العالمين. أم فوزية من إيطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي أم فوزية أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ محمود. أيوة مع حضرتك إن شاء الله. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا ام فوزيه. ما فيش تلفزيون جنبي. طب انت سامعاني كده؟ لا بس حضرتك مش الشيخ محمود. والله العظيم انا طب اثبت لحضرتك ازاي؟ اجيب اثنين من المشاهدين يشهدوا عليا. يعني تحت امر حضرتك. مع حضرتك الشيخ محمود. اتفضلي. اتفضلي. انا بحبك في الله يا شيخ محمود. ربنا يسترك ويحبك ويبارك فيك يا ام فوزيه. اتفضلي تحت امرك. ازيك وازاي صحتك؟ الله يبارك في حضرتك الحمد لله بخير والله. انا نفسي تيجي ميلانو ونشوفك ان شاء الله. انا جيت ايطاليا قريب من فتره قريبه وقعدت هناك اظن يومين تقريبا وديت ثلاث دروس هناك في ايطاليا. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين ويثبتنا واياكم على الخير يا رب العالمين. جزاك الله خير يا ام فوزيه على الاتصال. الاستاذ اسامه من تونس انه احبك في الله حبك الذي احببتني فيه ارجوك يا شيخنا ادعي لي انا وخطيبتي ربنا يتمم لنا الجواز. ربنا يتمم لكم الجواز يا رب العالمين ويرزق كل اخواتنا يا رب العالمين بازواج صالحين. الاخت نجاه من السودان والله يا شيخ محمود الله يخليك لينا ويطول في عمرك يا رب يطول في عمرنا جميعا في طاعه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم شيخنا الجليل كيف حالك؟ نرجو الا تغيب عنا كثيرا لاننا والله ننتظرك بفارغ الصبر. انا اللي انتظركم بفارغ الصبر لانكم بتوحشوني بجد ومن الثلاث للثلاث والله العظيم بتوحشوني. و كنت بتمنى ليله في بيت النبي كده نبقى كل يوم مع بعض
ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص رب العالمين. أستاذ مصطفى من الجزائر، والله إنه يحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، أدام الله ابتسامتك التي تدخل القلوب بغير إذن، وأدعو لي بالهداية والثبات، وأدعوك لزيارتنا في الجزائر، ربنا يثبتنا وإياكم ويبارك فيكم رب العالمين. مش عايزين ننسى أبدا، بالله عليكم الدعاء الدعاء الصلاة والدعاء الدعاء، ادعوا الأوطان، ادعوا الأوطان المسلمين، ادعوا لبلاد المسلمين، ادعوا لكل بلاد، ادعوا لسوريا وادعوا لمصر وادعوا لكل دول العالم وفلسطين وغزة، ادعوا لكل الدنيا رب العالمين، ربنا يحفظها. والوقت جينا معكم بسرعة، دقيقتين ونص ندعي بسرعة كده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، آمنا في أوطاننا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا وانصرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسي، واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم أغثهم في غزة، اللهم أغثهم في فلسطين، اللهم أغثهم في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، تقبل شهداءهم وداو مرضاهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق.